رح نتابع محطاتنا، وايضا بدي ارجع ادعي كل الناس يروحوا يحضروا الافلام اللبنانيه بالصلاه، خاصه وانه كفرناحوم بعده موجود بالصلاه، خبصه بعده موجود بالصلاه، واكيد افلام عديده موجوده حاليا اكيد بالسينما. You've married a literary entrepreneur. You've married a country girl without a penny to her name. We're doomed, aren't we? Willy is a brand. I take all the risk and there's still no money. We need more output. You could write. My school stories? Yes, that could be Willy's next novel. Are you writing for him too? Yes. He's made you one of his ghosts already. ضمن أفلام هالأسبوع فيلم البيوغرافي كوليت، عن كوليت اللي عم يدفع زوجها أنه تكتب روايات وتنشرهم تحت اسمه. ولكن من بعد نجاح الروايات بتحاول كوليت أنه تظهر حقيقتهم وتبرز مواهبها على الرغم من التفرقة بين الجنسين، مع كيرا نايتلي، إلينور توملينسون، ودومينيك ويست. My name is Peter Parker. I'm pretty sure you know the rest. I saved the city, fell in love, then I saved the city again and again and again. Look, I'm a comic book, a serial, I did a Christmas album, and a so-so popsicle. But this isn't about me. Not anymore. Spider-Man swings in once a day, zip-zaps up in his little mask and answers to no one. I love you, Miles. Yeah, I know, Dad. You gotta say I love you back. Dad, are you serious? I wanna hear it. Look at this place. Dad, I love you. Dad, I love you. That's a copy. وفيلم الانيميشن Spider-Man Into the Spider-Verse بنسختين 2D و3D وباللغات الثلاثة العربية الفرنسية والإنجليزية، عن مايلز موراليس اللي صار سبايدرمان للواقع اللي هو عايش فيه وبيتلقى مع شخصيات مختلفة لوقف تهديد عم تتعرض له هالحياة، بأصوات شاميك مور، جيك جونسون، ماهر شالا علي، ليلي توملين وغيرهم. Okay. We need to get back to our universes soon. Brooklyn is going to collapse. My family lives in Brooklyn. Whoa. Miles, what's wrong? This was never your city. It's mine. If I don't destroy the collider, none of us will have a home to go home to. Remember, what makes you different? Let's go. Is what makes you Spider-Man. Officer, I love you. Wait, what? Do you ever look at your life and wonder how you got there? If you made different choices, would you be happy? Arthur got his MBA from Duke. He's the best man for the job. No, sir. I am. وفيلم الكوميدي Second Act عن عاملة بأحد المحال التجارية اللي بتبتكر صورة مزيفة عن حالها وبتنخرط بحياة جديدة وغريبة عنها، مع جينيفر لوبيز، مايلو فانتيميليا وفانيسا هاتجنز. I really admire you. You're kind of who I want to be when I grow up. You were always good enough. You're the only one that ever doubted it. We're looking at a new Chinese distributor. The only employee we have who speaks Mandarin is me. I got an idea. Our cat's veterinarian speaks Mandarin. We would love to schedule a tour for you. But we have to wait for the deal to be closed. 我觉得他非常自大。 哦，要记他肛门线了。要记他的肛门线。 I like her. رح نتابع محطاتنا، والشيف حسين بعده مستمر بطبخاته، في شيء بالفرن وفي شيء عم يتحضر برا، بقى خلينا ما نتأخر عليه ونشوف رشة ملح. صباح الخير لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم عبر شاشه تلفزيون المستقبل. اليوم اربع وصفات بلشنا فيهم من بدايه عالم الصباح. طبعا وصفاتنا مشاهدينا لليوم كلها وصفات لعيد الميلاد وايضا عيد راس السنه. خلينا نشوف انا وياكم باول فقره شو حضرنا وايضا بتاني فقره. لكن باول فقره وبتاني فقره حضرنا روستو للدجاج. روستو للدجاج انا زينت صحنين صاروا جاهزين عندي، بس ولكن بعد في عنا الصلصة. الصلصة راح نحضرها بعد شوي. هيدا أول صحن الروستو مثل ما عم بتشوفوا، محشي الفستق الحلبي مع الخردل. طيب هلأ شو راح نحضر؟ خلينا أول شيء نشوف شو صار في عنا بالكيش. الكيش بالفرن تركينه نحنا لحتى
يستوي واستوى الكيش خليني اشيله من الفرن وبرجع بنكفي بالكيش بالخضار. هيدا لكن كيش الهليون صار جاهز عنا، بضل في عندي كيش الخضار. هيدا اول كيش لحلقتنا لليوم صار جاهز. خلينا ننتقل على الكيش بالخضار. في عنا طريقتين للكيش بالخضار اللي هي انا رح حط اول شيء قلايه على النار رح احضر هالكيش. عندي طويه او قلايه على النار رح استعين بزيت الزيتون، بدي قلي بصله، بدي قلي ثوم، او فيني حطهم نيين وفوتهم على الفرن حسب ما انتم بترغبوا. طبعا انا بس رح قلي البصل ورح قلي الثوم، رح قليهم شوي واحطهم بقلب الكيش. طيب بصل جوانح، اوكي رح جيب ثوم كمان. منجيب اول شيء زيت الزيتون على النار. لكن برجع بذكر كل المشاهدين نحن حضرنا بتاني فقرة من فقرات رشة ملح، حضرنا عجينة الكيش اللي هي 600 جرام من الزبدة، 400 جرام من الطحين، بيض، رشة فانيل ورشة ملح. طبعا فيكم تحطوا كمان من برش الحامض وبتاخدوا نكهة كتير طيبة. حضرنا العجينة، ريحناها حوالي 10 دقايق، رقيناها، حطيناها بقالب التارت. بعد ما حطيناها بقلب التارت فوتناها على الفرن على حراره 180. بس خليني اقول لكم شغله قبل ما فوتها على الفرن، لازم انا العجينه اعملها بالشوكه وحط لها شي نوع من انواع الحبوب، تقلها او معكرونه او حيالله شي، لحتى ما تنفخ عندي العجينه بس تفوت على الفرن. خبزناها نص خبزه، بعد ما خبزناها نص خبزه شلناها من الفرن وهي جاهزه عنا، وراح نحضر الحشوه هلا انا وياكم او خليط الكريمه. بالنسبة لخليط الكريمة عندي حليب او عندي كريم فريش، لكن مثل ما عم بتشوفوا عندنا كريم فريش بالاضافة للبيض، كريم فريش ايضا نضيف بعض بيض بهالشكل هيدا. انا رح احط كمان من الثوم، رح استعين ايضا بالثوم. طيب لكن رح نحط ثوم، وايضا رح نحط كمان من الزنجبيل، بس الزنجبيل البودره. اوكي طيب هيدا الخليط صار جاهز عندي. رح اجي حط هيدا الخليط انا بالقالب. عندي هيدا القالب الخضار، كيف رح حطها؟ مثل ما عم تشوفوا كيف عم بوزع البصل مع الثوم بهالشكل. رح جيب الخضار اللي هي اوكي، منطفي النار ومنجيب الباذنجان. مثل ما عم بتشوفوا عم برقق الباذنجان كتير، بدي باذنجان رقيقة. باخد الباذنجان بهالشكل كمان، طيب نجي للخليط. لكن هيدا هو الخليط او الصلصة للكيش. عندي بيض، عندي كريمة، عندي فلفل اسود، ايضا في عندي من النشا او الكورن فلاور، كمان منضيف نشا بهالشكل. بجيب ملح، كمان نستعين بالزنجبيل البودرة مثل ما خبرتكم، وأيضا جوزة الطيب كمان نحط رشة. وهلأ صار الوقت لحتى نخلطهم مع بعض. لكن هيدي هي الصلصة أو خليط الكيش. برجع بذكر كل المشاهدين، كريمة، بيض، نشا، ملح، جوزة الطيب، فلفل أسود. طيب رح جيب جزر ورح جيب كمان كوسة. طبعا هون الجزر والكوسة مغسلين وبهالشكل.
مثل ما عم تشوفوا كيف عم بحط جزر مبروش وكوسة مبروشة بهالشكل بنوزعهم. اوكي كمان جزر نفس الطريقة. لكن مشاهدينا الكيش بالهليون حضرنا نحن نفس الخلطة ولكن حطينا هليون محل الخضار. بعد في عندي ايضا من القرايديس كمان راح ضيف رايديس وراح ضيف من الفليفلة الملونة. عندي فليفلة حمراء بالإضافة للفليفلة الخضراء وكمان عندي من الفليفلة الصفراء. اوكي طبعا نحن حضرنا اول كيش الهليون وهيدا الثاني بالخضار والقريدس. اوكي رح اجي حط الفليفلة كمان الملونة بهالشكل. رح جيب ايضا القريدس كمان وزع القريدس بهالشكل على الخضار كيش الخضار والقريدس. رح جيب ايضا الصلصة هيدي هي الصلصة بهالشكل. وفينا هون نحن نجيب اربع انواع جبنه او فيكم تحطوا من جبنه الموتزاريلا بهالشكل وتفوتوها على الفرن لحتى يستوي الخضار مع الجبنه وايضا تتماسك عنا الكريمه مع البيض مع النشا. هيدا هو القالب صار جاهز لحتى فوتوا على الفرن. باخر فقره بنشيل هالقالب من الفرن وبيكون صار جاهز. طيب الكيش بالخضار صار جاهز عنا الكيش بالخضار والقريدس. ايضا مشاهدينا في عنا الكيش بالهليون كمان صار جاهز. بضل في عنا البروسكيتا بالحلوم رح نحضر هالطبق بعد شوي انا وياكم مع البندوره مع الخيار مع ايضا صلصه الحبق او صلصه البيستو. وما بدنا ننسى كمان في عنا الحبشه بدنا نحضر الحبشه بدنا ننقعها بدنا نتبلها لبكره. بكره الصبح رح اجي انا علم الصباح رح احط الحبشه بالفرن على حراره 180 على حراره 200 واول ما نبلش حلقتنا رح نزل الحراره لل 180 واترك الحبشه تستوي على نار هاديه. لكن مشاهدينا انا رح بلش كمان هلا التحضيرات للبروسكيتا بالحلوم. رح احضر صلصه الحبق رح احضر او رح اسكب هيدا الطبق كمان مثل اللي شفتوه عنا. خلينا نشوف انا وياكم تارت. لكن هيدا هو الكيش بهالشكل. هيدا كيش بالهليون كمان جاهز عنا الكيش شلناه من القالب وايضا فينا نزينه كيف ما بدكم انتو. فيكم تزينوا هيدا القالب انا رح احاول زينه هلا شوي بالورد وحضره. لكن مثل ما عم بتشوفوا الكيش فيني احط له كمان على وجهه فطر رح اخبركم بعد شوي عن هيدا الكيش والكيش اللي بالفرن وباقي وصفاتنا لليوم. خلينا نتوقف مع بريك قصير وبنرجع سوا.